وكأنه ضغطنا نزل وبدنا يعني نوقع من الدوخة. الدوار بتعلق في جهاز التوازن في الجسم، يعني في مشكلة بتكون في إحدى أعضاء جهاز التوازن. جهاز التوازن اللي بيحافظ على توازن خارجي كتوازن القامة، رفعة الرأس الأعلى، الأكتاف للأعلى، توازن من ناحية توازن ضغط الدم، توازن الانقباضات والتشنجات العضلية في كامل الجسم، العضلات الهيكلية. ونظام التوازن بتألف من عدة محاور وعدة أعضاء. أول أهم عضو في نظام التوازن هو الأذن الداخلية. في عنا أذن خارجية اللي من الخارج، هاي الغضاريف. في عنا الأذن الداخلية اللي هي عبارة عن طبلة الأذن مع المطرقة والسنديان والعظمات الصغيرة اللي بتكثف وبتزيد الصوت بعد خروجه من طبلة الأذن. وبعدين بننتقل للقوقعة اللي هي مرتبطة بالعصب السمعي الثامن، والأنابيب البلور اللي فيها البلورات والكريستال، هاي مرتبطة في عصب الثامن كمان بس الفرع المسؤول عن التوازن. هذا أول عضو من التوازن. ثاني عضو من التوازن اللي هو المخيخ اللي يقع خلف الدماغ. في عنا مخ وفي عنا مخيخ. المخيخ مرتبط وملاصق لجذع الدماغ من الخلف، وينتهي في جذع الدماغ ينتهي في النخاع الشوكي والعمود الفقري، يعني منطقة حساسة من الخلف بتضم جذع الدماغ وبتضم المخيخ. جذع الدماغ والمخيخ هم عضوين رئيسيات في عملية التوازن. جذع الدماغ في كل الجذور العصبية للتنفس للضغط، كل 7-8 من الأعصاب الدماغية بتخرج من جذع الدماغ، وبينها العصب التاسع والعصب الحائر والفيغاس نيرف كلها من جذع الدماغ. المنطقة الثانية في الدماغ اللي داخلي في نظام التوازن اللي هو طبعا اللي بنظم الموضوع هذا، اللي هو تحت المهاد. تحت المهاد بالاتصال مع الغدة النخامية. وكمان من عنصر التوازن الرئيسي اللي هو العينين. العينين باتصال مباشر مع الأذنين مع تواصل مع المخيخ لحفظ التوازن. وفي كتير تواصل بين الإذن والعينين، الأذنين والعينين، من ناحية عصبية ومن ناحية الريفلكسز. يعني إذا بحط قطنة سخنة حارة محطوط عليها مياه حارة في أذن اليمين، العين الشمال بتتجه باتجاه الحرارة تحت الأذن اللي حطيتها في الأذن. إذا حطيت قطنة باردة في الأذن اليسار، في هاي الحالة الجهة الثانية العين الثانية والبؤبؤ بتوجه عكس البرودة ومع الحرارة في الأذنين. أنا بحكي عن الأذنين. عنصر التوازن الثاني اللي هو العضلات، المفاصل، القدمين. في القدمين لحالهن، باطن القدم كل يعني تحتوي على آلاف المجسات الحسية اللي بتحدد التوازن. وين خبطة إجرنا، كيف خبطة إجرنا على الأرض، هو اللي بعطي الإشارات لعملية التوازن. بعدها مش بس باطن القدم، العضلات كلها في جسمنا في عنا 604 عضلة. كاسية 204 من العظام، بين كل عظمة والتانية في عنا مفصل، وهذه المفاصل فيها مجسات واستشعارات لجهاز التوازن في الدماغ. المفاصل بين العظام، العضلات كل عضلة من بدايتها ومن نهايتها، أربطة العضلات بتكون فيها مجسات تشتغل على الضغط وعلى الشد وكذيش في شد. هذا كمان من المغذيات لجهاز التوازن. العقد السباتية، العقد العصبية السباتية اللي
بتقيس ضغط الدم وبتقيس حموضته وبتقيس ثاني أكسيد الكربون وبتقيس الأكسجين وبتقيس كمية هل في ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم. هاي مرتبطة مباشرة في جذع الدماغ وهي أساسي في جهاز التوازن ومنع والثبات، وخصوصا التوازن اللي بده عملية انتقال للوضعيات، يعني نكون نايمين على ظهرنا وبدنا نقعد وبدنا نوقف مرة واحدة، هون في عملية داخلية لازم تصير لعملية رفع ضغط الدم من وضعية الاستلقاء على الأرض لوضعية الوقوف، بده ضخ دم أكتر، ففي هاي الحالة لازم هذا الجهاز لحاله بشكل تلقائي بيشتغل، جهاز العقدة السباتي اللي هو مرتبط مع دقات القلب وسرعة التنفس بشكل مباشر. فهذا هو جزء من التوازن الأعصاب والنهايات العصبية في المفاصل وفي العضلات، جزء من التوازن. المخ كله بيروح على المخايخ، المخايخ بيوازن كل الأمور، سواء الحركات العضلية، حركة العضلات، المشي، هاي كل الحركات كلها موازنة من المخايخ، والمخايخ بيوازن الشعور والحالة الشعورية، مش بس الحالة الفيزيائية خلينا نقول والحركية. هلأ شو سبب الدوار؟ انتوا حكولي. كل العناصر هاي اللي حكينا بتكون داخل في موضوع التوازن، بيكون إلها ممكن يكون فيها مشكلة، أو تكون المشكلة مجتمعة في 4-5 عناصر، أو كل العناصر بتجوز تكون موجودة. يعني إذا صار